اللقاء اللي حقق بين النساء من فنلندا ومن النساء المغربيات رائدات سواء جمعيات او جمعويات او سياسيات، وبنت لنا مفارقه كبيره ما بين دوله مثل فنلندا اللي عن طريق يعني تحقيق المناصفه وعن طريق يعني اعطاء المجال للنساء انهم يدبروا فعلا الشان العام، يعني استطاعت باش تكون دوله اللي هي مصنفه في اعلى المستويات لا فيما يخص التمثيل النسائي ولا فيما يخص التنميه البشريه. ويعني وقفنا على ما تم تحقيقه من تحديات بالنسبه للنساء المغربيات، حيث انه العنوان هو رائدات من اجل عالم افضل، وشفنا بانه حسينا بالقبول لانه في نفس الوقت كانت تحضروا الميدالات الكبيره والانجازات الكبيره اللي تم تحقيقها ديالنا، وكنوقفوا على الانتكاسه اللي كنعيشوها حاليا من خلال يعني التخلي على مجموعه من النقاط. ناخذوا غير على سبيل المثال باش نقولوا اللي كنتكلموا بالارقام، حكومه فيها وزيره واحده، مجلس الوزراء كتهضر فيه مراه واحده، وثمانيه ديال كتيبات الدوله بما فيهم النساء اللي كانوا وزيرات منتدبات وليتم التراجع ديالهم. مؤشر اخر هو انه كاين تراجع في المشاركه الاقتصاديه ديال النساء باستمرار، وانه اصبحنا مصنفين في الدرجه 139 ما بين 145 دول من طرف المنتدى الاقتصادي العالمي. وكذلك يعني هذا البطء اللي كاين في نفس لا خروج هيئه المناصفه والمناهضات كل اشكال التمييز، ولا فيما يخص القانون ديال مناهضه العنف ضد النساء، ولا فيما يخص الثقافه اللي اصبحت منتشره في المجتمع واللي هي ما يعني ما اريد لها ان تكون موجوده بقوه من خلال زعما العنف ضد النساء والتحرش بالنساء بطريقه قويه جدا. هادشي كله يعني عدم النقاط اللي ختمنا بها هي الاخطار ديال العزوف على المشاركه في الانتخابات، لانه في نهايه الامر ثلاث ارباع في المجتمع المغربي هو غير مبتل. هذه المؤسسات اللي هي عندنا مثلا البرلمان كلها كتشكل فقط التعبير على 6 مليون ديال الاصوات من ضمن 24 مليون ديال المغاربه اللي عندهم سن في التصويت. اذا بالتالي ما خصناش نتفاجئوا الا لقينا واحد الانفصال ما بين المؤسسات اللي كتمثلنا وما بين المجتمع، لانه كاين خطر كبير ديال هذا عدم المشاركه في المسلسل الانتخابي. واظن انه غتكون من ضمن يعني التوصيات انه توضع استراتيجيه من اجل ضمان مشاركه سياسيه افضل لكل الشعب المغربي. المعهد الدولي للبحث العلمي بالنسبة للمنتدى النسائي المغربي الفنلندي ب 2017، هذا المشروع جاء في إطار يعني نقاش كبير ومنذ 2015 بيني أنا شخصيا والسيدة سفيرة فنلندا حول كيفية يعني السير قدما بالتعاون بين المغرب وفنلندا في مجال الريادة النسائية وعبر الريادة النسائية في مجالات متعددة، المجالات الأربعة التي نتناولها في النقاش في هذا المنتدى والتي هي البحث العلمي، الريادة السياسية أولا، ثم البحث العلمي والتكنولوجي والمجال الاقتصادي. نهدف من خلال هذا المنتدى بطبيعة الحال ليس فقط خلق يعني فرصة لتبادل الخبرات إلى غير ذلك، ولكن نهدف أيضا شراكات فعلية بين البلدين في المجالات الأربعة، وشراكات فعلية بين المؤسسات التي تمثلها النساء المشاركات في هذا المنتدى. سوف يعني نتتبع هذا العمل فيما بعد، وسوف نحرص في المعهد الدولي للبحث العلمي مع بطبيعة الحال شركائنا سفارة فنلندا على يعني على تفعيل هذه الشراكات، على اولا يعني وضع هذه الشراكات وتفعيلها في المستقبل من خلال الأرضية الرقمية التي سوف نقوم بخلقها ووضعها بين يعني والتي سوف تشمل كل النساء الفنلنديات والمغربيات، ليس فقط الحاضرات ولكن كل من يريد أن يشارك بطاقة إيجابية وبشكل إيجابي من أجل تعزيز الشراكة بين البلدين، الباب مفتوح له بطبيعة الحال نساء كانوا أم رجال. دونك زكي المريني رئيسة اللجنة الداخلية بمجلس البرلمان، أنا مشاركة في هذا اللقاء لأنه اللي منتظر من طرف المعهد البحث الدولي للإرحاد،
طرف الأستاذة فاطمة رومات، وكيسعدني أنني نكون بجانب واحد مجموعة ديال النساء المناضلات اللي هما تبعوا الحركة النسائية واللي دفعوا من أجل ضمان الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية الثقافية ديال النساء المغربيات. احنا في لقاء مع الاخوات في دولة فنلندا من اجل تبادل التجارب، من اجل ايضا اننا نبنيو قنوات ديال الشغل المشترك من اجل تقدم وضعية النساء في المغرب. النقاش ديالنا اليوم نصب على مواضيع مختلفة عندها علاقة بالرياضة وبالوصول النساء لمراكز القرار والمعيقات اللي كتواجه النساء باش انها تثبت وجودها واننا نوصل للمساواة الحقيقية في جميع المجالات. وهذا النوع ديال اللقاءات مش انه بالفعل يبني المجتمع المغربي، لان ما يمكنش يقوم على يعني واحد طرف واحد اللي هو الرجال من جهه، من شأنه ايضا اننا نسمع الاوجه النظر المختلفه واننا نسمع صوتنا عالي للمسؤولين الوطنيين وايضا لشركائنا في الدوليين باش يتقدموا قضايا ديالنا وباش يكونوا قوانين منصفه وباش يكون تعديل ديال القانون الجنائي وباش يكون يعني محاربه العقليه الذكوريه اللي كتقصي النساء وباش نمروا لمرحله جديده اللي هي المناصفه في اتجاه المساواه.